بسم الله احد عندنا الان متشو الكويل محترق كويل مثل ما تشوفه هنا كويل ملفوف المنيوم مثل ما نلاحظ لون الابيض دال على الالمنيوم لازم نعيد لفه باستخدام النحاس وعندنا الان متشو ايضا محترق نلاحظ الاسلاك مغير لونها إضافة إلى ذوبان أواز البلاستيكية أيضا نعيد لفة من جديد هنا بعد إزالة البولبن والمروحة وإزالة الخيط الموجود هنا في هذه المنطقة في حلق المكان حتى الأسلاك تصبح واضحة الآن نستخرج بيانات اللف أول شيء عندنا المجرى قابل النحاسة نقلب لها المتشر بهذا الشكل ونروح على الطبقة الأخيرة لاحظ أن الطبقة الأخيرة تشبه الطبقة قبل الأخيرة إذن هذا يبدي مزدوج وينتهي مزدوج نروح على آخر طبقة ونأشرها فقط تأشير ونرجع بالعكس المسار من اليسار اليمين نحسب بالعكس من اليمين إلى اليسار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 إذن هذا هو أول مجرى والمسار من اليسار اليمين اتجاه لف عقارب الساعة الآن نتبع السلك لهذه الطبقة مرتبط بهذه النحاس فقط نأشر ونرجع بالعكس لليمين اليسار نحسب 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 إذن هذا هو الميل هذه الجهة الأمامية الملف نحسب 6 1 2 3 4 5 6 هذه الجهة الخلفية الملف الميل الخلفي 0 الميل الخلفي 0 حتى استخرج عدد لفات قطعت الطبقة الأخيرة
وحسبتها 10 20 30 40 40 تقسيم 2 ويساوينا 20. 20 هو عدد اللفات لكل طبقة، لكن نتأكد بعد أكثر بعد ما نستخدم المجاري. 0.37 يعني جيج 28. نعم أن الكمبيوتر التالف يرتفع جدا قليل، تحسسه ذلك هي راح استبدل الكمبيوتر وأعيد في الأرميتشر من جديد. أنا أضفت الأرميتشر من الأسلاك واستبدلت الكمبيوتر التالف وأضفت عوازل الأسلاك بديل العوازل البلاستيكية المحترقة. واستخرجت المجاري، وهذا أحد المجاري حركته حتى أتأكد من عدد اللفات. عشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين، ستين، سبعين، ثمانين. ثمانين تقسيم 4 ويساوينا 20، هو عدد لفات لكل طبقة. الآن ثبت بيانات اللف ونبدأ بالجانب الأول لون أسود. أول مجرى مسار لف تجاه اللف. هذه الجهة الأمامية ملف نحسب 6، 1 2 3 4 5 6. هذه الجهة الخلفية الملف، الميل الخلفي 0. الجانب الثاني اللي هو بلون ازرق، اول مجرى مسار لف اتجاه اللف. هذه الجهة الامامية الملف نحسب 6، 1 2 3 4 5 6. الجهة الخلفية الملف، الميل الخلفي 0. راح نجي نلف ونبدأ بالجانب الأول ونربط النحاس رقم 1 للجانب الأول، ونروح إلى مجرى رقم 1. هذا هو مجرى رقم 1. راح نلف طبقات مزدوجة من مجرى رقم 1 إلى مجرى رقم 6. عدد اللفات الأصلي هو 20، راح نزيد لفة إضافية فيصبح العدد 21 لفة لكل طبقة. 1 2 3 4 5 6. سلك يدخل هنا. نحاس رقم 2، نرجع لطبقة ثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 3، ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 1 ونلف طبقتين كل طبقة 20 لفة. نرجع في طبقة ثانية في نفس المجرى. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 2.
نحاس رقم 4، نرجع للطبقة الثانية في نفس المدور. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 2. نحاس رقم 4، رجعنا في طبقة ثانية في نفس المجرى. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 3. نحاس رقم 6، نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 7، ندخل الجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 3. نحاس رقم 6، نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 7، ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 4. نحاس رقم 8، نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 9، ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 4. نحاس رقم 8، نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 9، ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 5. نحاس رقم 10، نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى.
حاسة 15. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 5. نحاس رقم 10. نرجع في طبقة ثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 11. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 6. نحاس رقم 12. نرجع في طبقة ثانية في نفس المجرى. نربط النحاس رقم 1 للجانب الثاني وينتهي اللف للجانب الأول. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 6. نحاس رقم 12. نرجع لطبقة ثانية في نفس المجرى. نربط نحاس رقم 1 للجانب الأول وينتهي اللف للجانب الثاني. وهنا حدثت مشكلة أن كبس النحاسات هو أن الليط أو الخطافات انفصمت أثناء الكبس كما نلاحظ. لذلك استخرجت الكمبيوتر من أرميتشر وأحول هذا النوع من الليط إلى بنط. بعد اكمال العمليه نجي الكويل، والكويل مثل لاحظ محترق وملفوف ألمنيوم، لذلك راح نعيد لفه ونستخدم اسلاك النحاس بدل ألمنيوم. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110. صفر 19 زائد دورة كاملة 0.50 ويساوي 0.69. الآن نجي إلى بيانات الكويل. طبعا الكويل مستخدمين به أسلاك ألمنيوم، لازم نحوله إلى أسلاك نحاس. أولا نجي قطع سلك 0.69 في 0.8 ويساوي 0.55. 0.55 يعني جيج 24. عدد الأسلاك راح تزداد بنسبة 10%. عدد الأسلاك هو 110
في 0.1 ويساوينا 11 زائد 110 ويساوينا 121 هو عدد اللفات الجديده.